عبد الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وأسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم وأن يغفر لنا ولكم. ثم أما بعد، من كم يوم صحفي في إحدى الدول طلع وقال إن الفنان فلان الفلاني هيدخل الجنة بدون حساب. واحد اسمه محمد الباز بيقول إن عادل إمام داخل الجنة بدون حساب. ليه يا عم الحاج؟ أنت الراجل ضحك الناس كلها، أسعد الناس. أنا بعيد صراحة عن قضية بقى ضحك ولا ما ضحكش، هو ضحك. لكن هناك ملاحظات، الفن أصلا في حد ذاته أي نوع من أنواع الفن فيه ملاحظات. سعيد صالح عمل 300 حوالي 300 مسرحية، قال ما فيش من ثلاثة بس بيعتبروا مسرحيات وبيبتدي بيهم، والباقي قال ده عفن فني. الباقي عبارة عن إيه؟ عفن فني. وفي كثير، إذا كان عادل إمام أضحك الناس صحيح والناس انبسطت لكن في مساعدة على العري والسفور والابتذال، دي كلها أمور، ويصل الأمر أحيانا إلى نوع الاستهزاء من شخصيتك المأذون، وهذه الأشياء تحتاج إلى وقفة. لكن أنا لا أستطيع ولا يستطيع أحد إن هو يقول فلان في الجنة وفلان في النار، وما يجي إعلام يقول في يقول لك ده فلان في الجنة وبدون حساب. هذا نوع من أنواع الإسفاف، نوع من أنواع التألي على الله. ما يقدرش أي واحد. أنا لا أستطيع أن أقول إن الإمام البخاري في الجنة، لا أستطيع أن أقول إن الإمام الشافعي، الإمام أحمد، الإمام أبو حنيفة، الإمام الترمذي، الإمام النسائي، اللي هم عندي بعشرات بل بمئات بل بألوف مؤلفة من أمثال الاسم الباز بل عن الإمام ومن أمثالي أنا أيضا. دول ناس خدموا الدين وخدموا الشريعة. أقدر أقول إن دول في الجنة؟ ما أقدرش أقول إن دول في الجنة. ما حدش يقدر يقول إن دول في الجنة. لأن قضية الجنة في حد ذاتها تحتاج إلى دليل. حتى صحابة النبي عليهم رضوان الله لا نستطيع أن نشهد لواحد منهم إنه في الجنة إلا إذا كان هناك دليل. لأن ما نعرفش. دليل أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، عثمان في الجنة، عائشة في الجنة، نعم. حفصة في الجنة، نعم. خديجة في الجنة، نعم. طب أقدر أقول حد في النار؟ ما أقدرش أقول حد في النار بعينه. حتى الكفار إلا من ثبت أن بالدليل أنه في النار. فرعون في النار؟ نعم. أبو لهب في النار؟ نعم. أبو جهل في النار؟ نعم. كل هؤلاء ليه؟ لأن في دليل عندي. فأنا كإنسان ما أقدرش بأي حال من الأحوال إن أقول إن ده في الجنة أو في ده في النار. طيب تعال نضع بس نقاط سريعة كده. كل مؤمن في الجنة، ولا يدخل الجنة إلا مؤمن. كل واحد مؤمن سيدخل الجنة. أي واحد قال لا إله إلا الله محمد رسول الله هذا في الجنة. كلام ده ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما رواه الإمام مسلم رحمة الله عليه، قال صلى الله عليه وسلم من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. بدي قاعدة ثابتة. كل واحد يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله هيخش الجنة، هيخش الجنة. واللي ما يخش بالله هيخش النار، هيدخل النار. لكن اللي قال لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لابد أن يكون قد قالها من قلبه، مش قال لا إله إلا الله في فيلم ولا في مسلسل ولا قاعدين مع بعض ولا لا، لابد أن يكون موقن بها قلبه. مهما كان إثمه هيدخل الجنة؟ هيدخل الجنة. بس ده معناه إيه؟ أنه سيدخل الجنة لكن لن يتساوى مع غيره من الناس، يوفى حسابه، ثم بعد ذلك إن شاء الله جل وعلا عفى عنه، وإذا هذا أمره مرد ذلك إلى الله سبحانه وتعالى. وقد قال ربنا سبحانه وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. بعد كده ربنا يغفر. ولذلك احنا عندنا الجنة، ودي النقطة التي بعد ذلك، الجنة درجات. ما هو مش ينفع أقول بقى يعني أبو بكر رضي الله عنه أرضاه داخل الجنة والناس أصحاب الذنوب والمعاصي يدخلوا الجنة؟ يدخلوا، لكن بكل واحد يبقى فين؟
لا دي درجات مش في جنة. ربنا سبحانه وتعالى في سورة الواقعة في أول سورة قال إيه؟ فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون. فالناس درجات. وفي آخر سورة ربنا سبحانه وتعالى قال فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنات نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين. فعندنا في سورة الرحمن ولمن خاف مقام ربه جنتان وبعدين ومن دونهما جنتان. يبقى إذن الجنة درجات. كل واحد لا إله إلا الله داخل الجنة لا إله إلا الله داخل الجنة. وحتى لو كان مذنب وعاصي أيوة حتى لو كان مذنب وعاصي. طيب نيجي بقى بعد كده عندنا اللي هيدخلوا الجنة دول أصلا اللي هم أصحاب الذنوب. أصحاب الذنوب سيدخلون حتى إن آخر واحد سيدخل جنة الله سبحانه وتعالى ده شيء لا يتخيله الإنسان. آخر واحد يدخل الجنة قاعد في النار ويقول الله جل وعلا أن يخرجه من النار وربنا سبحانه وتعالى يقول بس كده يطلب من الله جل وعلا أن يصرف وجهه عن النار. طيب يخاطب الله جل وعلا لأني فعلت لك ذلك فعندك تطلب شيئا بعد ذلك. فيقول وعزتك وجلالك لا أطلب شيئا بعد ذلك أبدا. طلع من النار يوم يطلب من ربنا يقول له طب قربني شوي. يقول ربنا يا رب انت قلت قبل ذلك لعلك تسأل بعد هذا يا رب إني. فربنا يقول له ها هتسأل؟ يقول له لا أبدا آخر حاجة بس قربني بس من الجنة كده. فربنا يقربه الله من الجنة. فالأول ربنا يقول له فعلت لك ذلك لعلك تسألني عن شيء بعد وعزتك وجلالك لا أسألك عن شيء بعد ذلك أبدا. يقول ربنا أراه من الجنة شاف الجنة واللي فيها قلت طيب يعني شجرة كده أستظل تحت ظل شجرة ألم تأكل؟ فيقول بس يديني دي وعزتك وجلالك لا أسألك بعدها شيئا أبدا. فيقول ربنا سبحانه وتعالى يأذن له في دخول الجنة ثم يقول له تمن فيتمنى حتى إذا انقطعت أمنيته. انقطعت أمنيته يعني إيه؟ خلاص بقى مش عايز حاجة تاني. تمنى وتمنى 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 وقد كل اللي هو عايزه. فيقول الله جل وعلا لك ذلك ومثله معه. في رواية لك ذلك وعشرة أمثاله. اللي اتمناه وزيه كمان. وفي رواية وعشرة أمثاله ده آخر إيه؟ آخر واحد يدخل الجنة. فإذا خلاصة القول لا تستطيع ولا أستطيع ولا يستطيع واحد منا يقول فلان في الجنة. شو بقى سيدنا عثمان بن مظعون رضي الله عنه وارضاه من ده من خيرة الصحابة ده من الرعي الأول من الناس اللي هي يعني فوقئت عينه في سبيل الله جل وعلا. لما مات سيدنا عثمان بن مظعون وكان عنده يلقب بأبو السائب في امرأة من الأنصار اسمها أم العلاء. فلما مات رضي الله عنه وأرضاه قالت شهادتي لك أن الله قد أكرمك. دليل بتقول واحد من المهاجرين الأوائل هاجر هجرة الحبشة الأولى وبعد كده هاجر للمدينة وأوذي في سبيل الله جل وعلا. فالست بتقول أما شهادتنا فقد أكرمك الله جل وعلا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما يدريك أن الله قد أكرمك. جبت الكلام ده منين؟ عرفت ازاي؟ ايه اللي خليك تشهدي هذه الشهادة؟ تقوم أم العلاء تقول للنبي عليه الصلاة والسلام بأبي أنت يا رسول الله فمن يكرمه الله؟ إذا كان ربنا مش هيكرم عثمان بن مظعون رضي الله عنه وأرضاه يبقى مين ربنا يكرمه؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أما هو فقد جاءه اليقين ووالله إني لأرجو له الخير والله ما أدري ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل بي والله ما أدري وبيأكد النبي يقول وأنا إيه؟ وأنا رسول الله ما يفعل بي. مصداق ذلك في سورة الأحقاف يقول ربنا جل وعلا قل ما كنت بدعا من الرسل لي وما أدري ما يفعل بي ولا بكم. بالرغم ده ربنا كده بقى قال له كمان إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. لكن إن الإنسان يأتي ويقول كده والله وهذا الحديث في الصحيح عند الإمام البخاري فالنبي يقول لا مين قالك إن ربنا أكرم وما أدراك ده أنا نفسي كمان ما أعرفش. في رواية أخرى لما مات
ده يروى هذا الحديث عن سيدنا ابن عباس يقول لما مات عثمان بن مضعون قالت امرأة هنيئا لك جنة عثمان بن مضعون. قال فنظر النبي صلى الله عليه وسلم نظر غضبا، التفت النبي بسرعة ونظر النبي صلى الله عليه وسلم نظرة غضبا ثم قال وما يدريك؟ قالت يا رسول الله فارسك وصاحبك، ده فارس من الفرسان بتوع وصاحب من صحابتي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله إني رسول الله وما أدري ما يفعل بي. فأشفق الناس على عثمان. ساعة ما النبي قال الكلام ده خلاص ظنوا أن عثمان رضي الله عنه وأرضاه ليست له جنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما مات بعد ذلك زينب بنت النبي عليه الصلاة والسلام قال النبي صلى الله عليه وسلم الحكي بسلفنا الخير عثمان بن مضعون. كأن النبي أدرك أن الصحابة تخوفوا على مستقبل سيدنا عثمان فقالوا لا الحقي بسلفنا الخير عثمان بن مضعون. بالرغم من النبي أهو أخبر أنه في الجنة لكن أنا أتجرأ وأقول في رب الجنة أنا والله لا أستطيع أن أقول حتى على المشايخ الكبار الذين ماتوا ونحسب أنهم قدموا للدين خيرا، يعني أقدر أقول الشيخ شعراوي في الجنة؟ ما أقدرش. الشيخ الغزالي في الجنة؟ ما أقدرش. الشيخ عبد الحليم محمود ما أقدرش. ما حدش يقدر يقول هذا الكلام. ليه؟ لأن هذا تألي على الله سبحانه وتعالى، ولا أقدر أقول فلان بعينه بذاته في النار، لأن هذا تألي على الله، اطلاع على الغيب والغيب لا يعلمه الله. أما قضية بقى فلان ضحك وفلان ما ضحكش وفلان عمل وفلان ما عملش، لا، إياك حذاري إن الدنيا تقاس بهذه الصور. خل السرور ما هو أدخل السرور لكن في أمور ثانية، وأنا لا أتألى على الله، أنا لا أستطيع أن أقول والله إني فلان في الجنة وفلان في النار، حتى ولو كان من كان، لا أستطيع أن أتخذ لا ممثل ولا ممثلة ولا حتى رقاصة أقول هي في النار، لا يستطيع أحد أن يجزم بها. تقول لا إله إلا الله، إذا أمرها إلى الله تعالى. الظاهر لنا أنها صاحبة معاصي وكم من أصحاب معاصي. أنا لا أهون مما فعلوا هؤلاء، لا أهون من الابتذال والعلي والسفور الموجود، لكن في النهاية الجنة والنار بتاعت ربنا. يبقى خلاصة القول الحكم على أحد بشخصه بعينه أنه في الجنة وأنه يدخل الجنة بحساب أو بدون حساب، هذا أمر فيه تألي على الله سبحانه وتعالى. فلا أستطيع ولا تستطيع أنت ولا يستطيع أي أحد من البشر أن يحكم لأحد لم يأتي دليل على أنه في الجنة فنقول أنه في الجنة، أو لم يأتي دليل على أنه في النار فنقول أنه في النار. وأكبر دليل على ذلك ما ذكرته من حديث عثمان بن مضعون لما قالت أم العلاء يعني الله في رواية يعني أما أنت فقد أكرمك الله، فقد نهاها النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقال حتى أن إني رسول الله ولا أدري ما يفعل بي. ولذلك نحتاط في مثل هذه الأشياء. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وأن يلهمنا رشدنا وأن يحقق لنا مقاصدنا، وأسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا جميعا الجنة، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وجزاكم الله خيرا. تفضل فيه. طيب في سؤالين لو سمحت. تفضل. دلوقتي لو واحد